دكتور، كنا بنتكلم عن نقطة مهمة قوي، واحنا شوية عندنا الثقافة دي مش قوية قوي، اللي هي اللي هو يعني التشيك اب، اللي هو يبقى فيه فحص دوري كده كل فترة. هنتكلم على الإنسان الطبيعي، فرصة حضرتك معانا، او مثلا حضرتك قلت لنا فعلا بالنسبة للأطفال دي نقطة مهمة قبل دخول المدارس. بالأطفال. طبعا الأطفال يعني الطبيعي إن احنا نعمل لهم تشيك، أو المدارس بتعمل تشيك عند دخول المدارس، بنشوف الحالة بتاعت الأطفال هل هي محتاجة ولا لا. طيب لو احنا ما عملناش تشيك عند الأطفال نعمل ايه؟ احنا دلوقتي رقم واحد بنشوف الأطفال قاعدة على التابلت وعلى الموبايل وعلى التلفزيون تقريبا يعني 48 ساعة في اليوم، مش 24 ساعة. صحيح يا دكتور. تمام؟ معرفش بيمدوا اليوم عندهم قد ايه، بس بيزودوا يعني. فالجمعيه الامريكيه قالت لنا ان احنا الاطفال اللي هي لسه منشور نازل من كام شهر، قالت الاطفال تحت سن ال9 سنين الايباد والموبايل بالنسبه لهم ممنوع تماما. تمام؟ فوق سن ال9 سنين ممكن مسموح بحوالي زي نص ساعه في اليوم او حاجه زي كده. يا ربي. تمام؟ احنا طبعا مش ده اللي بيحصل. خالص. طيب ناخد بالنا من ايه؟ من الاطفال وهم يعني قاعدين على الموبايل او قاعدين على الكمبيوتر او قاعدين على التلفزيون. الكمبيوتر احسن بكتير من الايباد لان هو ما بيقربش النظر قوي، او ما بيفوكس، ما بيبقاش تركيزه اعلى زي الحاجات القريبه او هو مقرب جامد. فالافضل الكمبيوتر، حتى لو قاعد بيبقى قاعد مثلا على بعد نص متر ولا متر، دي افضل من اللي هي على بعد 20 سنتي من عينيه. الشاشات بتاعت التلفزيون طبعا بيقعد على اقل متر قدامها او 2 متر، فبرضو افضل شويه طبعا من الكمبيوتر. الاطفال عشان ما يحصلهاش كسل في جسمها او حاجه زي كده، مطلوب ان هي زي ما هي بتقعد قدام التلفزيون تروح النادي تمارس رياضه. فاحنا بنقول او بننصح ان انت هتقعد 2 3 ساعات قدام التلفزيون، روح العب 2 3 ساعات جري، او العب في النادي، او اعمل اي حاجه. تمام؟ يعني القعده 24 ساعه قدام التلفزيون طبعاً بتاثر على الجسم وعلى نمو على الاطفال، كل حاجه الحقيقة. انما الافضل يروحوا النوادي ويروحوا ان هم يمارسوا رياضه، لعب جري بتاع كل الحاجات دي اسمها رياضه، بيحرك العضلات بتاعت الجسم، بيحرك الدوره الدمويه، وده ليه تاثير على العيون. يعني ده ليه تاثير عليه. تمام؟ الحاجه الثانيه اللي نخلي بالنا منها من الأطفال في الفترة دي وبدأت تأثر معانا في العين شوية، إن احنا بنلاقي كمان الأطفال عدم الأكل بتاعهم ما بقوش بياكلوه طبعا عشان ما فيش حركة كتير، أكل صحي، فما فيش أكل صحي، فبيبقى عندهم نقص في الفيتامينات، بيبقى عندهم شوية أنيميا، فده بيأثر معانا في الدورة الدموية بتاعة العين، فبيأثر لنا على العصب البصري وعلى الرؤية بتاعة الطفل. طب فنخلي بالنا كمان يا دكتور، معلش يعني إذا سمحت، أهم يعني الفيتامينات الموجودة في بعض المأكولات اللي تركز عليها، ولا بوجه عام الخضروات والفاكهة؟ لازم ياكل خضروات ولازم ياكل فاكهة. سيبك بقى من السندوتشات والحاجات اللي هي الدليفري والحاجات دي كلها، طبعا ما بيبقاش فيها فيتامينات بشكل طبعًا كويس. طبعا الطفل لما نلاقيه قاعد مقرب قوي للتلفزيون، او قاعد لازق في التلفزيون، او حاجه زي كده، او بيبدا تعمل عينيه حول بسيط او بتحول او حاجه زي كده، ما ننتظرش ونروح للدكتور بتاع عيون، عشان الطفل في هذه المرحله محتاج نضاره، ونقلل طبعا القعده قدام الكمبيوتر، ونقلل القعده قدام الموبايل والحاجات دي. يعني تمام؟ الاكبر من كده شويه، المفروض هو عند داخل عند يعني المدرسه الثانوي او حاجه زي كده، دي اكتر فتره زمنيه، او في اخر اعدادي دي اكتر فتره زمنيه بتحتاج مقاسات بتاعت نظاره، لان الاطفال عاده بيبقى عندهم زي طول نظر. المرحله اللي هي بتاعت الثانوي والاعدادي طول النظر ده بيبقى انتهى، ويبدا الطفل او الشاب في هذه الفتره بيبقى محتاج نظاره للحاجات البعيده. بس انا هستاذن حضرتك، احنا عندنا وقت اقل من دقيقتين، فعايزين نجمل اذا سمحت. طيب حاضر، اتفضل. لا نجمل بسرعه. يبقى الفحص المبكر ده مهم جدا. بالنسبه للناس اللي هي فوق سن ال40، محتاجين ان هم يعملوا كشف نظاره، فمحتاجين ان هم نفحصهم قاعين عشان نشوف ايه الامراض، زي الميه الزرقاء ولا زي السكر او الامراض المختلفه. يعني فوق سن ال40 مثلا كل سنتين ثلاثة، كل سنتين ثلاثة لو ما عندوش امراض. لو في مثلا امراض بتاعت سكر، يبقى محتاج ان احنا نشوفه كل 3 شهور ل6 شهور. فعلا. لو هو مثلا عنده بدايات، او متوقع ان هو يكون عنده ميه زرقاء او حاجه زي كده، شاكين انه ممكن يحصل له ميه زرقاء، فده محتاج مثلا فحص مثلا كل 3 شهور ل6 شهور برضه.